شكرا. سؤالي، بحكم العمل ديالي انا نخدم في دار العجزه، نعم، وبعد يعني في بعض الاوقات يتوفى واحد من العجزه، يعني واحد من العجزه اللي ساكنين هنا يتوفى، وبعض المرات نتكلموا مع العائله، يعني يكون عندنا حرج كيفاش اننا نعزيه، واش مسموح اننا نسترحموا على واحد من غير المسلم، ولا الى هو غير جائز شرعا، يعني ما هي الطريقه الانسب؟ طيب، هو دلوقتي واحد من اللي هم نزلاء في هذا الدار، دار العجزه اللي حضرتك بتخدم فيه، صح كده؟ ايوه. توفاه الله، هو على غير الاسلام، صح؟ ايوه. انت تسال هل يجوز الترحم عليه ام لا؟ ايوه، هو واذا لم يجوز ما هي الطريقه الانسب؟ الطريقه الانسب للتعامل مع الحاله يعني. ايوه، شكرا. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ طارق. شيخنا هو بيعمل في دار عجزة أو دار مسنين، يعني بيقول توفى، هو في بلجيكا، فبيقول توفى أحد الناس النزلاء في هذا الدار، وهو احتار يعني هل يترحم عليه أو على غير الإسلام، أم هي الحالة الأنسب للتعامل في مثل هذه الحالات؟ خلاص مات، كانت الحالة الأنسب هو عايش، أنت جاي تسأل بعد ما مات؟ حالة كانت الأنسب هو عايش، لو في وسيلة لدعواته، لو في وسيلة لكذا لتعريفه بالإسلام، من باب المتاح في هذه الحالة يعني. نعم، أدله على شيء يفيده، ده كان الأفيد فيه. إنه قد يكون مات ولا يعرف الإسلام، وده يبقى في هذه الحالة من أهل الفترة، يعني على خلاف بين الفقهاء والعلماء في هذا الأمر. أيوة. طيب، في حال كهذا الحال كان واجب الإنسان قبل، لما بعد قاعدين نختلف أدعي له ولا ما أدعيلوش، ما خلاص دعاك هيفيده بإيه يعني في النهاية، اللي ربنا تغمده برحمته. فنقصد الواجب كان قبل. طيب، لو انا مثلا يا شيخنا في نفس الموقف وقلت مثلا او اجتهدت كده، قلت طب اما لقنه الشهاده وهو مثلا بيموت، ماشي، ده اجتهاد مني خاطئ ولا ممكن يبقى صح؟ لا لا صواب، ايه المشكله؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع الغلام اليهودي، نعم، لما زاره اللي كان بيخدمه وكان في مرض الموت، حديث صحيح البخاري، فقال له قل لا اله الا الله، فقال فنظر الى ابي، فقال ابوه له اطع ابا القاسم، الله، فنطق فقال الحمد لله الذي انقذه الله بي من النار، النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، نعم، صلى الله عليه كل وسلم. كل ده وارد، وانا اقصد في النهايه ليه مستني لحد الموت ولا بعد الموت؟ أيوة. انا عندي الناس وهي عايشه، تمام، ما عملتش معاها جهد، جاي مستني وانا بعد ما مات ادور على الواجب اللي فيه خلاف، وعمل سلبي في النهايه يعني، مش عمل، نعم، ايجابي يعني. ايوه، اما الله يرحمه، طب وبعدين؟ ما كان اولى ان انا الرحمه له في الدنيا وعايش بالايمان. تمام، جزاكم الله خيرا على هذا الشرح والتوضيح.